مهنة من المهن الإنسانية الهامة جدا في أي مجتمع هي مهنة التمريض. مهنة التمريض ما بتقلش أهمية عن مهن كتيرة جدا، لكن بالعكس هي كمان ممكن تكتسب الأهمية الخاصة لأنها بتتعامل مع البشر بشكل مباشر، أو بتتعامل مع الإنسان بشكل مباشر، وعادة ما بيكونش الإنسان اللي في حالته الطبيعية، بيكون بيعاني من حالة مرضية، خارج من عملية، محتاج رعاية مختلفة ومحتاج إرشادات ومحتاج حد يحس بيه وينقل للطبيب كل المؤشرات أو القياسات المختلفة اللي بيتابع بيها الطبيب الحالة أول بأول، وتقديم العلاجات والإشراف فيها. مهنة التمريض من المهن المهمة جدا اللي ممكن تنجح عمل الطبيب فيما بعد للي قدمه من عمليات جراحية مثلا. صحيح، يعني خليني أقول لك كمان إن في الخارج لما بيجوا يطلبوا من مصر وظائف بتكون مهنة التمريض من أوائل المهن المطلوبة في الخارج، وخصوصا لو مع لغة، فخلينا أقول إن فرصته في إن هو يذهب لإعارة خارج البلاد بتبقى فرصة كبيرة جدا. معانا الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية. خلينا نتعرف منها على الفرق بين المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد التانية، نفهم شروط القبول، تفاصيل المناهج، إزاي نقدر نخرج ممرض أو ممرضة بشكل يعني يليق باسم مصر في هذه الأوقات. صباح الخير عليك يا دكتورة، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ مصطفى وأستاذة هبة، صباح الخير عليكم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. خلينا نسأل أول، الفرق بين المعهد الفني للتمريض والمعاهد التانية، هل في اختلاف في شروط القبول، والاتنين هل بيأهلوا لنفس المهنة؟ أنا عايز أقول لحضرتك بس نبدأ بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي هي الثورة الحقيقية لتطوير الصحة في مصر، وهيئة الرعاية الصحية اللي بينتمي ليها معهد رعاية، وإحنا عندنا حوالي 370 معهد نظام الخمس سنوات بعد الأبدية تابع لوزارة الصحة، وعندنا 12 تابع لهيئة الرعاية الصحية. الفرق بينهم في الحقيقة إحنا كلنا نتمنى إن كل معاهد الفنية التابعة لوزارة الصحة في مصر تحذو حذو هيئه الرعايه الصحيه، لان احنا في الحقيقه يعني ركزنا جدا على تغيير العمليه التعليميه. عندنا 370 معهد من بعد الاعداديه. 370 معهد فني للتمريض نظام الخمس سنوات تابع لوزاره الصحه بعد الاعداديه. والباقيين هم في الحقيقه فاتحين الملف بشده في الحقيقه للتطوير، لكن يمكن عشان منظومه التامين الصحي الشامل هيئه الرعايه الصحيه بدأت بمراحل وبدأت في محافظات محدودة والمعاهد فيها محدودة، قدرنا نركز كل جهودنا على تطوير العملية التعليمية بداية من وضع زي ما حضرتك قلت كده شروط القبول لاختيار الطلبة. الحقيقة حطينا شروط لاختيار كمان القائمين على العملية التعليمية والتدريسية كويس، وأقل حد من المدرسين معاه ماجستير، وفي الحقيقة احنا حاطين شروط ان هو ما يقفش عند مستوى معين من التعليم، لازم يكون حاصل على الدكتوراه واللغه الانجليزيه باستمرار، ياخد كل المستويات. ده بالنسبه للقائمين. بالنسبه للطلبه في الحقيقه احنا بقى يعني كل مصر حاطه شروط قبول، بس بتتفعل بنسبه 100% في هيئه الرعايه الصحيه. كمان ضفنا عليها بعض الاختبارات زي السيكومتريك تيست اللي هو الاختبار النفسي، المقابلات الشخصيه بتتعامل بمنتهى الدقه، بناخد المتميزين، بناخد اعلى المجاميع، بيدخلوا امتحان عربي وانجليزي وحاسب الي وكشف هيئه. ففي الحقيقه يعني وزي ما حضراتكم شايفين الصور الجميله دول، فعلا احنا غيرنا المظهر والجوهر، عملنا كمان توحيد للهويه البصريه من خلال عمل زي مختلف خالص، يعني عشان يحسوا ان هم فعلا في معهد زي وزي اي حد في نفس سنه وفي جيله من الاماكن المتميزه في مصر وليكن الخاصه. يعني ده ممكن بعد ثانويه عامه التقديم فيه، ولا حضرتك بتقولي هو احنا النظام في وزاره الصحه لغايه النهارده بعد الاعداديه خمس سنوات، ولكن بس في كليه تمريض كمان فنيه تمريض، هم بيتخرجوا فني تمريض فوق المتوسط. لا الكليات، الكليات الخاصه بالتمريض. عندنا كليات تمريض، احنا عندنا 25 كليه تمريض حكوميه، وعندنا 7 اهليه، وعندنا 8 خاصه معتمدين من المجلس الاعلى للجامعات لجنه قطاع التمريض. وفي الحقيقه نفسي يبقى كل يعني التعليم في مصر مستوى واحد هو كليات التمريض زي كل الدول المتقدمه. احتياج سوق العمل للاطقم التمريض بالمهارات الكافيه والتدريب والتاهيل الكافي ايه؟ خلينا برضو نقول ان احنا احتياج سوق العمل دلوقتي، اخر احصائيه اتعملت ولسه معموله في الحقيقه من اسبوع لمصر كلها حسب هيئة الرعاية الصحية، محتاجين حوالي 75,000 ممرض وممرضة. 75,000 ممرض وممرضة.
كمان الجودة اللي بيخرج بيها الخريج الكلية والمعهد الفني للتمريض دي حاجة مهمة جدا في القطاع الطبي والقطاع الصحي في مصر. من خلال التدريب، الجودة من خلال التدريب والمتابعة، والمجلس الصحي المصري في الحقيقة يعني عامل لجان مختلفة بتطور أداء التمريض والتنمية المستدامة للمهن كلها. طب كلية التمريض تختلف عن المعهد ده يا دكتورة؟ يعني أنا بدي هنا للطالب حاجات ما بياخدهاش هنا؟ طبعا كلية التمريض هنا 5 سنين بعد الثانوية العامة، في سنة كاملة امتياز. هو نظام العمل طبعا سواء كان احنا بناخد نفس الأساسيات، لكن الكلية بتدي تخصصات أكتر، بتدي تفاصيل أكتر، بتدي يعني احنا عندنا يعني حتى في التدريب العملي مختلف. يعني احنا عندنا الإريات بناخد مثلا 3 شهور إدارة، بناخد 3 شهور رعاية مركزة، استقبال وطوارئ، أورام. يعني هو كل واحد ليه التوصيف الوظيفي بتاعه طبقا للمنهج اللي بيدرسه. طيب ممكن بعد ما يحصل على الدبلوم الخاص بالمعهد يكمل دراسته بعد كده؟ طبعا طبعا طبعا. بناء على التدريب مثلا ولا مجموع ولا ايه بالظبط؟ تقديرات؟ طبعا لو هو متميز وجاب فوق ال 75% هو عنده طويل الاستكمال. بس طبعا هو الكليات بتاخد من 10% ل 20% من الخريجين المتميزين. لو جاب امتياز او يعني اكتر من 75% بيخش على سنه ثانيه، ودي لائحه مجلس الاعلى للجامعات لكل الكليات مش بس للتمريض، بيخش على سنه ثانيه ويكمل بكالوريوس. وممكن لو اتكلف ومحتاج هو الوظيفه وبتكلف، طبعا عشان سوق العمل محتاج ما نقدرش ندخل كل الخريجين الكليات، فممكن يدرس وبيخش حاجه اسمها برنامج تخصص، يشتغل ويدرس البرنامج التخصصي. طيب سؤالي الاخير يا دكتوره، اتفضل. طلبتنا في الثانوية العامة اللي بيقدموا دلوقتي من نقيب التمريض، تقولي إيه ليهم وتنصحيهم بإيه وتقولي لهم إزاي المهنة دي ممكن توفر فرصة عمل وممكن توفر أيضا فرصة لخارج البلاد؟ يعني في كلمتين كده، كلمة لأبنائنا في الثانوية العامة. أولا هي مهنة التمريض هي مش وظيفة، هي رسالة. فأنتوا بتبدأوا حياتكم بالتجارة الحقيقية مع ربنا، إن أنتوا فعلا بتتعاملوا مع أرواح ناس وبتاخدوا يعني حسنات، غير بقى اللي حضرتك قلته، وظيفه، امان وظيفي، صحيح، فرصه في القطاع الخاص داخل مصر وخارج مصر، والتكليف زي الجيش بالظبط اوتوماتيك او حسب احتياج طبعا سوق العمل المصري المجال الحكومي. فهي كلها مميزات في الحقيقه، كلها مميزات في الدنيا وفي الاخره. زي ما احنا فعلا يعني ادائنا هيكون متميز وهنشتغل باخلاص، ربنا هيدينا كل خير يا رب دايما. طيب جميل قوي. دكتوره كوثر، المميزات الخاصة أو الخصائص اللي مفروض إن هو يتميز بها الممرض أو الممرضة؟ طبعا يعني أول حاجة إحنا خلينا نقول، إحنا اتكلمنا عن شروط القبول اخترناه، الأمانة، الصدق، الالتزام في كل حاجة، التزام في طريقة التواصل بتاعته، التزام في الزي بتاعه، التزام في مواعيده، التزام في أدائه. مهم جدا السرية في يعني معلوماته المريض، طبعا الصدق في القول والعمل، يعني مواصفات كثيرة. صحيح. هم سمونا ملائكة الرحمة. صحيح. يعني على الأرض والجيش الأبيض، لأن فعلا إحنا أقرب للمريض من أهله في لحظات مرضه. صحيح. ربنا يجزيكم كل الخير ويوفق أولادنا في ثانوية عامة في كل ما يطلبونه. يمكن إحنا استعرضنا مع حضراتكم وكان بصحبتنا دكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض أهم المميزات الخاصة بمهنة التمريض وإزاي تكون مهنة مهمة، وأعتقد أن هي مهمة جدا في الكادر الطبي يا هبة، وأعتقد أن هي أيضا طبعا مهنة مطلوبة كمان خارج البلاد، من أكثر المهن المطلوبة خارج البلاد من حيث السفر.